صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقيتونا خارجين هذا الصباح، خرجها الاخت عاوتاني فيق انا عاوتاني الصباح. راه تنقول لها الفيق بكري بدا بمشري ما كتلقاش، دابا ما لقينا حتى شي ذهب في الساعه، دابا تلقاي غتلقاي غتلقاي. المهم لقيتوني البنات، بعدا غنمشيو نفطروا اولا، عاد من بعد غنديكم معايا لواحد الماكازان اللي غتلقاو فيها داكشي كيحمق، عبايات زوينين، دي غوب غزالين، هكا اللي بغات تاخذ للعيد اولا. المهم ان شاء الله حتى نمشيو تما وغادي نبارطاجي معكم بالنسبه للماكازان، نشارك معكم حتى لي زارتيكل اللي كاينين فيه ونشارك معكم كل شيء ان شاء الله. زين زوين هنا غير فطرنا وشدينا طريق نيشان البنات للمغازان، غير غادي نوصلوا ونوريكم بالضبط فين بلاصه كاين. بالنسبه لهاد لا مارك، ماركه مغربيه 100%، كما قلت لكم عاد حلو عندنا في اكادير، وبغيت صراحه نشارك معكم بالنسبه للحاجات الحاجات ولا الموديلات اللي كاينين عندهم. يلا وصلت البنات للمغازان اللي قلت لكم، هو هذا كما كتشوفوا سميتو جولدينيا. انا غندخلكم لداخل باش تاخذوا فكره على السيعه اللي جايبين، جايبين داكشي كيحمق. هما راه كاينين بالضبط في جاردان دكادير، في لي ريزيدونس الثاني، هنا فين كاينين بالضبط. المهم راه جاو على الشاري ما عندكم فين التليفون هانتوما. يلا دابا اجي ندخلكم باش تشوفوا لي بزاف اللي غنبارطاجي معكم، فاش كتكون شي حاجه جديده في اكادير نتوما الاولين كنبارطاجيها معكم البنات. ندخلوا لداخل شوفوا لي تبارك الله، بعدا الموديلات اللي معلقين هنايا في لا فيترين شحال كيحمقوا زوينين. شوفوا 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 الزاز اللي بغات تفركس هاد العيد وتلبسي بوحدك، ننصحك انك تجي. واللي غنصدمكم به هما لي بخي، غتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الاثمنه شحال مناسبه. شوفوا كاينين عبايات، كاينين حويجات زوينين، كاينين موديلات كيحمقوا اللي غتكوني كما قلت لك لابسه غير بوحديتك. غنبدا لكم باول موديل عجبني وفيه لي كولور وفيه حتى لي طاي، اجي فوزي باش تجبدي لي هادو. شوفوا لي شوفوا لي الزاز، شوفوا لي الجمال ما شاء الله. صراحة السيدة عندها ذوق رائع، مدخلة لينا سلعة اللي هكا متنوعة وسلعة اللي زوينة تبارك الله ما شاء الله. هاد الموديل كيجي بحال هكا في لي مونش هانتوما، جاية في صالة ايفازي زوينة، والتوب ديالو رائع جدا. شوفوا لي البيض ديالو شحال كيحمق، المهم صراحة فيه لوينات واعرين. هذا البيض كاين فيه الخضر والبلوسيال، أنا غنوريهم لكم. شوفوا لي هاد الخضيضر، شوفوا الزاز، شوفوا 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 غزال وخفيف حتى في اللبسه ديالو، ماشي شي حاجه هكا اللي غديرونجيك. شوفوا لي عاود في البلوسيال هاد اللي عجبك فوزيه ياك، هذا قلتي لي زوون كيحمق. شوفوا ما شاء الله، وهو فيه حتى هاد اللون ياك نفس الموديل. نفس الموديل، وريني هاد اللون الاخر. انا غنحاول نجيب لكم دويره في المغازان كامل البنات باش هكا تشوفوا وتاخذوا فكره. كما قلت لكم اللي مازال ما خداتش تجي، راه لي بري فريمون تري ريزونابل. شوفوا الزرق واو واو، البلو ديالو رائع، والكاميرا ما عطياش لي كولور كما غتشوفوهم الا جيتو. عرفتوا راه ما شاء الله الا جيتو غيبان لكم لي موديل حسن. ها هو البنات النواغ ديالو، شوفوا كيفاش جاي. انا نوريكم الثمن، ضروري نعطيكم الاثمنه باش هكا تاخذوا فكره. دابا تخيلوا معايا هذا الجمال اللي وريتكم الثمن ديالو غير 659 درهم، والله البنات غير ما بغاتش تفركس بيني وبينكم. غير اللي ما بغاش تفركس، لانه تبارك الله موديل رائع جدا، وتبارك الله حتى اللوينات ديالو زوينين وشي حاجه اللي هكا كلاس وزوينه في اللبسه. نوريكم واحد الموديل قريب ليه شويه، ها انتوما مختلفين، غير شوفوا لي لاكوب، شوفوا لاكوب والتوب ديالو مختلف على الاخر. شوف كيفاش جاي مطلوق كيحمق يا البنات. شوفوا شوفوا هذا الموديل شحال زوين، هذا تا هو نفس الثمن. شوف هنشوف 679 درهم، ها هو البنات الثمن، شفتوه؟ شوفوا لي عاود هذا اللوين ما شاء الله. راه قلت لكم وقلت لكم
شي حاجه اللي ما دايرهش في اكادير في المغرب كامل ما غتلقاوهاش بيني وبينكم، شي حاجه اللي فريمون زوينه انيقه وفي نفس الوقت ثمن مناسب، يعني كل شيء يقدر يلبس حاجه هكا كي تنقولوا واعره في العيد. شوفوا عاود في هذا اللون، شوفوا لي هذا اللوين ما شاء الله، اللوينات ديالو غزالين. مازال فيه شي لون اخر، ها هو البيج، حتى هذا البيج واعر. اخر لون البنات في هذا الموديل هو هذا الخضيضه، راه قلت لكم شوفوا لي كولور كاملين الصراحه واعرين، اي لا كوب واعره، لا كوب ديالو والثوب عرفتوا فاش غتجي وغتقولوا امينه شكرات وعرفت شنو شكرات، عرفتوا الثوب فريمون داك الثوب المطلوق اللي كيجي كلاس في اللبسه وغزال. كتعرفوني انا ما كنبارطاجيش معكم اللي كان، ولا ما كانتش الحاجه فريمون عجباني راه ما تلقانيش كنشكر لكم فيها. دابا غنوريكم موديل اخر، هذا صافي راه تقريبا ورينا لكم الموديلات كاملين اللي فيه، غنوريكم هذا الموديل لانه حتى هو صراحه عجبني رائع جدا، ونوريكم حتى الالوان اللي فيه. بعد الموديل كيجي بحال هكا، هانتوما شوفوا لي الكميمات كيفاش جايين، لا كوب ديالهم فنه كيجي تبارك الله هكا عامر، شوف غزال. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو فيه لي كولور، غنوريكم شوفوا لي عاوتاني هاد اللوين ديالو شحال غزال. هذا عطيكم الثمن ديالو بحال دابا، هاد الموديل شوفوا البنات كيبقى غير ب 699 درهم، وفيه حتى هو لي طاي، موديل غزال راقي شي حاجه ديال زويونه مبدله على داكشي اللي كنلبسو ديما القفاطن. وهذا هادو عاوتاني موديلات اللي مختلفين في نفس الوقت زوينين، ها هو النواغ ديالو عشاق النواغ حتى هو راه كاين هانتوما. اخر لون في هذا الموديل اللي وريتكم دابا هو هاد واد اللون هذا، هذا بحال فيغ او شوفوا لي شحال كيحمق ما شاء الله زوين بزاف. صافي دابا غادي نوريكم تقريبا صافي هاد الموديلات عاود اولا هاد الموديل، هادو هما لي كولور اللي راهم ديسپونبل دابا. شوفوا البنات غير نحط لكم لا فيديو، جيو كتجريو جيو كتجريو قبل ما يتسالاو هكا لي كولور، قبل ما يتسالاو لي موديل باش هكا تشوفوا. غنوريكم هذا الموديل تاهو كيجي رائع في اللبسه ديالو، ورينا فيزيا شوفوا الجمال، شوفوا لي لي ديتاي، شوفوا لي اختي الزاز غتلبسي بوحدك هذا العيد، هذا العيد غتفركسي بوحدك. شوفوا كاين هذا اللون، ياك الموديل بعدا كيحمق هانتوما جايب السميطه ديالو من هنا شحال زوين. هذا البنات الثمن ديالو داير 1149 درهم، ولكن بيني وبينكم راه يستاهل 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 يستاهل. شوفوا لاكوب ما شاء الله، هانتوما فيه هاد لاكولور، كاين فيه هاد الخضيضر، شوفوا الجمال غزال. هاد الموديل البنات راه فيه حتى الكري، شوفوا شحال كيحمق، راه هو اللي وريتكم في الدخله في هذا في لا فيترين في البلوغوا، ها هو شفتوه نعاود نوريه لكم. شوفوا لي عاوتاني البلوغوا ديالو شحال واعر، شوفوا ما شاء الله. بالنسبه للوانات الاخرين كاين هذا الموف، شوفوا لا كولور اللي انا كنحمق عليها، تعرفوني انا كنعشق الموف، ممكن فيه هذا الموف هذا حتى هو زوين صراحه، كاين فيه هذا الفيغ شوفوا كيفاش جاي حتى هو زوين، وكاين نواغ شوفوا لي النواغ. الاسود سيد الالوان، نتوما عارفين كاين الناس اللي كيعشقوا الكحل، وراه تبارك الله بزاف لي موديل داخل فيهم النواغ، هذا النواغ بالدوغي شوفوا لي كيفاش جاي، جاي رائع جدا. هذا عاوتاني مختلف على الموديلات اللي وريتكم كاملين، هذا شي حاجه د الهمه، شي حاجه ديال هكا معروضه وباغا تلبسي شي حاجه اللي زوينه، كتجي فيه لاغوب من التحت بالسميطه عاد كيجي بحال شكل بحال شكل سلهم من الفوق. هانتوما شوف غزال غزال غزال، هذا النوار، هذا الموديل هذا راه فيه ربعه لي كولور. واحد القضيه اللي مهمه بغيت نقولها لكم، بالنسبه لي موديل راه ما فيهمش العدد، دونك راه قلت لكم غير نحط لكم لا فيديو وجيو كتجيو للمغازان باش هكا تشوفوا، لانه سيده ما كتجيب صراحه الموديلات معولين بزاف راكم عارفين، باش ما كتكونش الحاجه هكا ملبوسه بزاف تكوني لابسه غير بوحدك اختي، دونك الموديلات راه فيهم غير عدد قليل. الا عجبتكم شي حاجه جيو البنات مرحبا بكم، وراه حتى الاثمنه فريمون مشجعه. كاين فيه هذا اللون هذا، هذا الموديل اللي وريتكم دابا، شوفوا لي هذا اللوين شحال كيحمق فيه حتى هو هانتوما. كاين فيه هذا الموف الاخر حتى هو رائع جدا، عرفتوا الثوب شحال مطلوق، خلاص النواغ راه وريتو ليهم في المانكا، وكاين فيه الابيض شوفوا لي الابيض كيفاش جا في هذا الموديل، جا زوين ما شاء الله، جا عاطي اللي نعاود هذا ياك، شوفوا شوفوا تبارك الله كيحمق غزال.
هاد الموديل البنات خرجت باش نوريه لكم. شوفوا كيفاش كيجي في اللبسه، نوريه لكم في المانكان، عاد نوريكم لي كولور اللي داخلين فيه. شوفوا لي شحال غزال، شوفوا لي مونش ديالو كيفاش كيجيو، عرفتوا راه كيجي كلاس في اللبسه وزوين بزاف. انا نوريكم بالنسبه للالوان اللي داخلين فيه. شوفوا لي هاد الغوز غزال حتى هو، هذا واحد الغوز بيبي، واحد الغوز اللي زوين صراحه. هانتوما شوفوا لي لي ديتاي ديال الكميمات، شوف غزال. نشوفوا الالوان الاخرين اللي فيها فوزيه. شوفوا لي عاود الابيض، عرفتوا الابيض سبحان الله كيعطي واحد اش نقول لكم، واحد الجمال ديال الواحد اللي كيكون لابس الابيض. كتباني كتباني هكا فيك عندك واحد الوقار، واحد الجماليه زوين بزاف. انا كيعجبني الابيض صراحه، هانتوما البيض هو خطير في هذا الموديل. كاين فيه هذا البوردو حتى هو زوين، الوانات ديالو صراحه كلهم زوينين. هانتوما فيه حتى الزرق، هانتوما الزرق ديالو، واخر لون هو هذا البيج اخر لون. بحال دابا هذا الموديل البنات، شوفوا لي شحال زوين، ولي ديتاي ديالو شحال واعرين، والثمن ديالو غير 899 درهم صراحه، يستاهل الثمن ديالو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا تبارك الله كاينين لي طاي. هانتوما نشوف هذاك لا طاي ديالو شحال، راه فيهم لي طاي كبار، هذه دابا 4 اكس ال. شوف غزال ما شاء الله. دابا غنوريكم واحد الموديل اخر، لانه تبارك الله المغازا راه فيها موديلات كثار، خصكم غير تجيو بكري كما قلت لكم باش هكا تلقاو فاش تختاروا. عاد مازال نوريكم العبايات حتى هما، كاين كما قلت لكم البنات موديلات تبارك الله كثارين فاش تختاروا، موديلين سيكون في الاخر صراحه. شوفوا كاين عاوتاني هذا الموديل، شوفوا كيفاش كيجي. هذا تقدري ديري ليه لا سانتور ديالو بحال هكا، كما تقدري كاع ما ديريها تيتشد بحال هكا من اللور. المهم نتوما اللي بغيتو لبسوه بالطريقه اللي بغيتو. باش نوريكم الموديل مزيان، شوفوا ليا في الكميمات كيفاش جاي بحال هكا، جاي تصدر عاوتاني وكيجي كلوش من التحت، شفتوه بحال هكا. هذا حتى هو راه فيه الالوان، فيه هاد البيج، كاين فيه هاد الموف، شوفوا شحال زوين، وكاين فيه هاد الخضيدر. مازال فيه، مازال فيه الالوان. ها نتوما هو الابيض، عاوتاني نقول لكم راه البيض واعر والله البنات، يا البيض كيبان واعر في الموديلات. في هذا البيض حتى هو رائع جدا، في مازال لونات اخرين. كاين في حتى هذا الغوز بالنسبه لهذا الموديل، هذا نتوما في حتى النواغ، واخر لون هو هذا الخضر. شوفوا لي البنات هذا الفيغ رويال شحال زوين في هذا الموديل. ها هو الثمن ديالو 1099 درهم البنات. ها نتوما انا كنعطيكم الاثمنه باش هكا تاخذوا فكره على الحاجات كاملين والثمن ديالهم شحال. البنات هذا الموديل اللي كتشوف فيه فوزيه، انا خرجت على برا باش تصوروا لكم في المانكان تشوفوه. شوفوا لي هذا الموف شحال كيحمق فيه، موف ضرب على الزرق غزال. قلت لكم الحاجه كتبان في اللبسه صراحه. هذا تبارك الله ما شاء الله، ما عرفتش كتسمعوني ولا لا، كما قلت لكم ما شاء الله فيه بزاف ديال لي كولور داخلين في هذا الموديل. انا غنوريهم لكم دابا، اول لون هو هذا اللي كاين في المانكا. دابا اجي نوريكم الالوان اللي داخلين فيه باش هكا تشوفوهم. ها نتوما داخل فيه الابيض، عاوتاني الابيض كيبان راقي في جميع الموديلات تبارك الله. هذا جاي دو بياس، جاي معاه لا سانتور هكا كدار، شفتو جاي هذا اوموسين هكذا خفيف. هاد التحتاني راه ما فيهش لي مونش، كنوريكم لي ديتاي باش تشوفوا. فيه السنيسله كما شفتو معايا في الظهر، شوفوا لي لي ديتاي غزال. كما قلت لكم كاين في هذا اللون، ها هو النوار، كاين في هذا الفير، هذا فير او، وكاين في عاود هذا هو اللي في المانكا. هو اللي في المانكا، هذا اللون راقي حتى هو، وكاين فيه هذا البلو، بلو مارين. واخر لون فيها البنات هو الخضر، شوفوا ما شاء الله اللوينات صراحه ديال هاد الموديل كلهم فنين. دابا غادي نوريكم بالنسبه للعبايات، تشوفوا شنو اللي داخل في العبايات وتاخذوا فكره عليهم. كاين هاد الموديل راه خلاص صوريت لكم في المانكان حتى هو ملبوس، كيجي كيحمق. شوفوا لي الديتاي البنات اللي فيه هنايا، بلي بيرل جاي بلا غوب. ها نتوما لا غوب ديال الكلوش كتجي من التحت وكتجي فيه السميطه ديالو. شوفوا لي لي ديتاي ديال الكميمات شحال زوين ما شاء الله. في غير هذا اللون كنظن بالنسبه للثمن ديالو داير 699 درهم.
تبارك الله ثمن جد مناسب والموديل غزال وراقي. كاين عاود هذا الموديل غنوريه لكم الناس كيبغيو شويه سامبل ما كيبغوش بزاف ديال لي ديطاي في العبايات. كاين هذا الموديل حتى هو جاي بلا غوب ديالو هانتوما بالنسبه لي مونش جايين بحال هكا. هذا فيه جوج ديال لي كولور اللي فيه هذا كاين هذا اللون وكاين هذا اللون. الثمن ديالو 699 درهم. كاين عاوتاني هذا الموديل حتى هو البنات راه كيجي زوين فيه هذا البلو مارين بحال هكا جاي بسميطه ديالو فيه هذا الكري الثمن ديالو 649 درهم وفيه هذا اللون. شوفوا لي هذا اللون حتى هو شحال زوين فيه ما شاء الله اللوينات ديالو كلهم زوينين صراحه. هذا الموديل عاد كاين واحد الموديل حتى هو كيحمق انا غنوريه لكم دابا هو هذا عجبني هاد الديطاي اللي فيه في الكمام. شوفوا كيفاش جايين الكميمات ديالو شوفوا حتى هو بيان سور بلا غوب ديالو كتجي فيه من التحت هانتوما كيجيو هكا كلوش بالنسبه للكميمات. غنوريكم بالنسبه للالوان اللي كاينين فيه الثمن ديالو 719 درهم البنات. كنحاول نعطيكم الاثمنه لان صراحه كتبغيو تعرفوا لي بري ديال الحاجات باش هكا اللي كانت باغا شحال تاخذ ديجا فكره على الثمن ديالها. في حتى الابيض هذا الموديل هذا الابيض ديالو حتى هو غزال. شوفوا لي هذا اللون واو هذا اللون حتى هو صيفي زوين البنات. هذا الموديل فيه جوج ديال لي كولور كاين لي الكحل بهذا البيج من تحت وكاينه اللي كلها في الكحل. هانتوما الناس اللي كيبغيو لي طاي ديالهم ستوندار هادو ياك اها والثمن ديالهم 699 درهم وحتى هما كيجيو بلا غوب حتى هما راه فيهم لا غوب من التحت. صراحه هذا الموديل رائع اي بيان سور كحل راه كحل فونسي دائما تنقول لكم الكاميرا معمره كتطلع الكحل حتى هو طاي ستوندار. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيب لي بيرل هنايا من التحت عاوتاني نفس الديطاي في الكميمات حتى هو جايب لا غوب ديالو من التحت وفي 3 كولور انا غنوريهم لكم دابا. الثمن ديالو 699 درهم. كاين فيه هذا اللون هذا هذا الزيتي حتى هو زويون وكاين فيه هذا اللون الكريمي شوفوا شحال غزال. الناس كيبغوا هكا لي كولور كيكونوا هادئين في هذا اللون حتى هو زوين ما شاء الله. غنوريكم البنات واحد الموديل صراحه حتى هو كيجي زويون في اللبسه ديالو. شوفوا ليا لا كوب ديالو كيفاش جايه هكذا زعما زوينه بحال هكا داير راه فيه لي زيبول من هنا تقدروا تحيدوهم غير صغار مي هما راه كيبينوا صراحه الموديل زوين مي تقدروا تحيدوهم الا بغيتوا. الثمن ديالو 629 درهم. شوفوا ليا كيفاش جاي حتى هو غزال فيه ديكولور حتى هو فنين ها هو النواغ ديالو فيه هذا اللون الكريمي حتى هو وراه فيه حتى الكري كاين فيه البنات حتى الكري قالت لي السيده كاين في لو ستوك. البنات هذا الموديل هذا حتى هو لي ديطاي ديالو غزالين جاي حتى هو دو بياس رائع جدا كيجي في اللبسه. شوفوا ليا الديطاي ديال الكميمات ولا كولور فيه فنه. هذا البنات بالثمن ديالو 699 درهم ياك فيه لي كولور هذا لا فيه غير هذا اللون ياك هذا اللون بوحديتو اللي كاين فيه اللي داخل فيه جاي غزال. وغنوريكم واحد الموديل هو غير قريب ليه مي ماشي هو هانتوما هذا الموديل قريب ليه هذا جاي فيه الموزون هانتوما من هنا جيت الكميمات. هذا الثمن ديالو 719 درهم حتى هو جاي دو بياس كيجي رائع حتى هو في اللبسه ديالو ما شاء الله. الموديل شحال كيجي غزال هذا راه منبت النبات اللي كاين فيه هنايا شوفوا شحال رائع جدا لا كوب ديالو راه تجي حتى البنات اللي كيلبسوا هكا شويه اللي كيكونوا شويه عامرات راه يجي معاهم. هذه هي طاي ام وتبارك الله راه وافيه الثمن ديالو 799 درهم البنات. ولا كوب ديالو جايه زوينه الثوب ديالو طايح ومطلوق وشي حاجه اللي خفيفه زعما تلبسيها ما ديرونجيك ما حتى شي حاجه. هذا داخل فيه غير هذا اللون موديل اللي زوين حتى هو. كاين هذا الموديل حتى هو هانتوما شوفوا كيفاش جاي في الكمام ديالو بلا بيرل بحال هكا. هذا تا هو داخل فيه هذا خضر البنات الكاميرا ما موضحاش اللون مزيان مي واحد الفيغ لي زوين صراحه جايه فيه سنيسله من هنايا هانتوما حتى لتحت كيجي تا هو الثوب ديالو مطلوق الثمن ديالو 729 درهم. هذا قريب شويه اللي هذا عاد وريتكم مي هذا شوفوا ليا كيفاش جايه الخدمه ديالو من هنا في الكميمات. هذا فيه 3 كولور كما قالت لنا السيده دابا الثمن ديالو حتى هو 729 درهم في هذا اللون كاين فيه هذا اللون هذا واخر لون فيه هو الكري هانتوما. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو هكذا موديلات اللي كيكونوا سامبل راه كاينين بحال دابا هاد الموديلات جايين هكذا سامبل. كاين هذا الموديل جايب السميطه ديالو شوفوا ليا لا كوب ديالو الثوب مطلوق وفيه السنيسله حتى لتحت شوف كاين هذا
وكاين هذا الموديل، وريني هذا تا هو فوزيه. كاين هذا الموديل الاخر، هذا جوج قال لي بالزيت 3 كولور، هذا الكحل والزيتي والبيج، والثمن ديالو 599 درهم البنات. شوف كما قلت لكم كاين ناس كيبغوا هكا حاجه سامبل وديال ديما، عبايه هكا ديال ديما، راه كاينين هاد الموديلات. شوفوا البنات هاد الزاز اللي غنوريكم شحال كيحمق وشحال كلاس. هذا ستيل فيست ياك، شوفوا ليا لي ديتاي ديالو بالتنبات، فيه التنبات هذا. عرفتوا هاد الموديل راقي البنات، راقي راقي فريمون واعر، هكا ديال شي ايفينمون ديال شي حاجه شي خرج على حقه وطريقه. كما قلت لكم فيه التنبات هنا في الكميمات، التنبات عاود هنايا. شوفوا ليا الصديفه كيفاش جايه، وراه جاي مسدود. ها نتوما فيها الطراقات من هنا حتى لتحت. هذا الموديل صراحه عجبني انا، كما قلت لكم ديال شي ايفينمون ولا شي حاجه هكا تري كلاس، زوين بزاف، يقدروا يلبسوا المحجبات، تيجي مستور زوين. وفيه لي كولور، كاين الابيض، كاين فيه هذا الزيتي، وكاين فيه الكري. ها نتوما واخر لون هذا، واش كحل ولا بلو مارين؟ بلو مارين. هانتوما اخر لون فيه هو البلو مارين. بالنسبه لهذاك الموديل البنات اللي بحال الفيست اللي عاد وريتكم دابا، الثمن ديالو 819 درهم. عاد كاين عاود هذا الموديل حتى هو زويون صراحه، فيه هذا النوار. شوفوا ليا كيفاش منبت هكا في جهه الكميمات، شوفوا لي ديتاي ديالو شحال زوينين. وفيه واحد لا كولور تري سبيسيال، ما هي بري ما هي كري ما هي بيج. شوفوا كيفاش جاي رائع. هذا الثمن ديالو 799 درهم. كاين هذا الموديل، هذا الثمن ديالو 749 درهم. الناس اللي كيعشقوا السامبل شوفوا كيفاش كيجي، فيه لي بلي من هنايا ومن الظهيار، وحتى في الكميمات عاود فيه لي بلي. ها نتوما البنات كنحاول نركز لكم على لي ديتاي باش تشوفوا الحاجه على حقها وطريقه. وجايه فيه السنيسله حتى لتحت، شوف غزال حتى هو. وهذا راه داخلني فيه لي طاي حتى ل 3 اكس ال. وكاين عاود هذا الموديل، هذا البنات راه جاي دو بياس ياك، بالنسبه لتحت راه كيجيب لي مونش، يعني حتى هكا لي فام اللي دايرين الفولار وكلشي ما تخافوش انه زعما تقولوا كيبين ولا شي حاجه. شوفوا تبارك الله شحال عامر هذا، اختي راه تكشيطه تبارك الله. عرفتوا الكمام ديالو ما شاء الله كيتقالب التنبات، شوفوا غزال في هذا اللون. هذا البنات 949 درهم هذا الموديل، هذا ديال المناسبات صراحه، لان تبارك الله عامر بالتنبات، لا من هنايا شوفوا لا من الكميمات. كاين هذا الموديل ياك وتقريبا بحالو، غير في زواقه مختلفه واحده اخرى. كاين هذا الموديل الاخر، هذا ناقص عليه شويه في الثمن، داير 899 درهم. ها نتوما حتى هو راه فيه هكا العقيق من هنا كما كتشوفوا، كتجي فيه بيان سور لا غوم من تحت هي بلي مونش ديالها. شوفوا ليا الكميمات، كاين هاد الكري وفيه حتى النواغ، ها هو النواغ ديالو. شوف كاين هاد الموديل، شوفوا ليا البنات حتى هذا شحال راقي وشحال زوين، كيجي بحال شكل بروش من هنا. شفتوا هاد الديتاي اللي فيها من هنا، نوريكم. شوفوا ليا الكميمات كيفاش جايين، الصاله ديالها صراحه زوينه. هاد العبايه كتجيب لاغوب من التحت، ها نتوما لاغوب ديالها حتى هي بالكميمات، يعني كما تخافوا انها تبين له شي حاجه، وبلا سانتور كما كتشوفوا. هاد الموديل داخل فيه غير هاد الكري البنات، الثمن ديالو 899 درهم. انا غنوريكم واحد الموديل اخر، الناس كيبغيو عاود عطيني سامبل ما دخلش فيه لا تنبات لا عقيق لا حتى حاجه. كاين هاد الموديل، شوفوا حتى هو صراحه زويون. شوفوا ليا الديتاي اللي في الكميمات ديالو زوينين، جاي بلا غوب ديال ليكرا من التحت هكا، ما فيهش الكميمات هذا، ولكن راه زويون ما شاء الله. الثمن ديالو 739 درهم، تقدروا تستغلوه حتى بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا هكا العصري مع جين شي اوكا بازيك من الفوق، راه يجي رائع جدا. ولا تلبسيه بحال عبايه بحال هكا مع لاغوب ديالو. بيان سو كتقادو نتوما الاوتفيت ديالكم بالطريقه اللي كتلبسوه، بالطريقه اللي نتوما كتبغيو. نعطيكم هكا غير فكره معايا تقدروا تلبسوه. كاين هذا الموديل حتى هو ديال هذه العبايه، حتى هو جاي زويون. شوفوا لي من جهه لي مونش نوريكم، شوفوا كيفاش جايين البنات غزالين الديتاي ديالهم، بلا سانتور بلا غوب من التحت حتى هي، ونفس الديتاي بحال هكا من التحت. هذا الموديل الثمن ديالو 899 درهم. شوفوا ليا عاود هذا الزاز، شوفوا ليا البنات هذا بحال لو ستيل اللي انا كيعجبني صراحه. كاين هذا الموديل فيه بحال هكا،
شوفوا لي لي زيستراس بحال هكا في هنا في جهه الكميمات، حتى هو جاي بلاغوب ديالو ديال فليكرام لتحت نواغ. راكم عارفين ديما تنقولها نواغ ما تطلعوش الكاميرا، مي نواغ ديالو تبارك الله فرونسي وزوين، الثمن ديالو 999 درهم، جاي بلا سانتور وفيه جوج ديال لي كولور، كاين هذا اللي بالكري وكاين هذا اللي بالماغون. شوف صراحة موديل كيحمق ما شاء الله، موديل ديالو زوين. بالنسبة لي موديل اللي انا بارطاجيت معكم كاملين في المغازا راه ما جايبينش منهم زعما العدد، يعني الا كانت عجبكم شي حاجة راه حاولت تبارك الله نوريكم كلشي شنو داخل. كما قلت لكم راه ما كاينش العدد بزاف لي موديل، دونك اللي عجبها شي حاجة انا غنخلي لكم نيميرو التليفون اولا تقدروا تجيو. الناس ديال اكادير بعدا ننصحكم تجيو للمغازا باش هكا تشوفوا وتاخذوا فكره، تقيسوا الثوب تعرفوني علاش كنهضر. الناس اللي ما كاينينش في اكادير انا هي العين ديالكم في اكادير، راه صورت لكم كلشي بلا ديتاي بلي كولور بكلشي، باش الا كانت عجبكم شي حاجه عليكم الا تواصلوا مع السيده. دابا نخلي لكم الرقم ديالها وراه هي غدير لكم خدمه توصيل فين ما كنتو. مرحبا بكم كاملين، جيت باش نبارطاجي معكم شنو خدينا فاش كنا في المغازا ديال جولدينيا. غنوريكم خديت شي حاجات ليا فوزية اختي هي خدات وخديت حتى الوالده. المهم هذا الموديل اللي قلت لكم راه كيجي فن في اللبسه ديالو، كيجي غزال، راه وريت لكم فاش كنا تما لديتاي هكذا في جهه الصدر وفي الكميمات، ها هو بحالو خداتو فوزية فهاد لا كولور. شوفوا ليا اللوين شحال كيحمق، شوفوا شوفوا شوفوا، عرفتوا البنات راه خفيف في اللبسه ديالو، يعني ديال العيد هكا الصباح ديال العيد كانت عندكم هكا شي كليسه خفيفه في الدار مجموعين. المهم صراحه هاد الموديلات زوينين خفاف وحتى الثمن ديالهم مناسب. كما قلت لكم ها هو خدات بحال فوزية اختي في هاد اللون، شوفوا ليا راه خلاص وريت لكم مزيان تما. وخدات هاد الموديل الاخر اللي كيجي بحال هكا، هادو البنات بعدا ما تفلتوهمش كيجيو غزالين، وكما قلت لكم حتى الثمن ديالهم مشجع واللوينات ديالهم رائعين. هذا راه قلت لكم كيجي هكا الكميمات غير قصر فيه بحال هكا، في هاد الديتاي التوب ديالو فن كيجي كلاش من تحت. هذا كما قلت لكم خداتو فوزية هي اللي خدات هذا الموديل. هذا بالنسبه لهاد العبايه اللي قلت لكم الديتاي ديالها زوين من جهه الكميمات كتجي بحال هكا فيها لاغوب ديالها في الابيض، هذه خداتها فوزية صراحه عجبني هذا الموديل، غير ما لقيتش فيه صراحه لا طاي ديالي، اما كون خديته كتعرفوني انا كيحمقوني العبايات وكيعجبوني هكا في اللبسه ديالهم. هذا الموديل هذا خداته فوزية كما قلت لكم جاها صراحه غزال ما شاء الله، حتى من داك فاش تلبسوا نوري لكم كيجي رائع في اللبسه. خدات هذه العبايه الاخرى هذه ديال هكا ديال ديما، صراحه كتجي زوينه ستيل ديالها سبور، وتقدري ديريها مع دي باسكيت راه تجي زوينه. راه وريتها لكم هكا اون ديتاي فاش كنا في المحل. العبايه البنات ها اللي كتجي بحال هكا وريتها لكم فاش كنا تما، هذه خديتها للوالده ديالي اللي بغاتها كتاخذ شي عبايه للوالده ديالها. راكم عارفين تيرتاحوا في هاد العبايات بحال هكا وفي نفس الوقت كيجيو زوينين. شوفوا لي لي ديتاي ديال العبايه من هنا كيفاش جايين، راه صورتها لكم حتى هي مزيان فاش كنا تما في المغازا. تبارك الله عندهم حويجات زوينين كما بارطاجيت معكم البنات، والاثمنه ديالهم صراحه حتى هما زوينين بزاف. دونك اللي كانت باغا تقدا ومازال ما خدات حتى شي حاجه للعيد ننصحكم تمشيو عندهم، غتلقاو اثمنه زوينين وغتلقاو تبارك الله الوشوه فاش تختاروا. المهم انا غزالت غنصد معكم لا فيديو هنايا باش ما يجيكمش هكا طويل بلا قياس، غنقول لكم السلام عليكم وان شاء الله حتى نتلاقاو فيديو اخر.